الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صفا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني، ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخنه، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، ما فيش اي ولا نيله جاي. ها ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوم. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي. تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايح انت، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش ست الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامه. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مره تبقى ساقعه، ومره تبقى سخنه، ومره تبقى هفتانه. تجعان وافرض يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه يبقى بني. خير يا رمضان؟ خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمه يعني. منين يا من هنا؟ ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. اشي بقر واشي معيز واشي خرفان واشي جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي اللي جوه. يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض. خلي علشان خاطر رابطة الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحن؟ شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحن؟ ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتش حاجه. ما هم لسه مديلك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخوي، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي يا ربنا يجيب لك شطه في الجواميس بتاعتك. الهي يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعاب ويمشي اهو في السك. وانت اول عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت لضربه ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيش. اتفضل. برافو عليك يا بشبيش. كويس انك جبت الشنطه، بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه؟ شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها تبقى الاصل. ماشي يا معلم، اضرب يا بشبيش.